ما تزعليش مني والنبي يا ماما، أنا مش عايز غير رضاكي عني، اللي تأمريني بيه أنا هعمله. تتجوز يا محمود عشان تريح قلبي وروحي عليك، لازم تتجوز. كفاية أنت عديت الـ30 سنة وحدتك تعباني تعباني قوي يا حبيبي. حاضر يا ماما، أنا هتجوز، أنا لقيت خلاص الإنسانة المناسبة، بس أنا خايف من الدنيا ومن الجواز يا ماما. فرح قلبي وقلب أبوك واتجوز، املى البيت عيال، ولو جت بنت سميها على اسمي، ولو جه ولد سميها على اسم بابا. حاضر يا ماما هتجوز، اسمها سامية، جميلة ورقيقة، بس خايف من الدنيا ومن الجواز يا ماما. اتجوز وما تخافش يا حبيبي، الدنيا عاوزة الجسارة. ريح قلبي وروحي يا حبيبي، 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 ريح قلبي وروحي يا حبيبي. اتجوز هتجوز هتجوز يا ماما. حاضر حاضر. اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. الله يرحمك يا ماما، الله يرحمك. تالت مرة تجيلي في المنام يا ماما تطلبي مني ان انا اتجوز. بابا الله يرحمه جالي مرتين وطلب مني برضو ان اتجوز. خالتي الله يرحمها جات لي مرة طلبت إني أتجوز. عمتي جات لي بس ما طلبتش حاجة. الله يرحمكم جميعاً بقى. بس أنا خايف يا ماما، خايف أتجوز. الدنيا دلوقتي بقت غير دنيتكم خالص، والناس بقوا غير ناسكم. صحيح أنا في واحدة دلوقتي مشدود ليها، إنسانة طيبة ورقيقة وحنينة وبنت ناس، بس ده كله من بره، محدش عارف ايه اللي مستخبي ورا اللي باين. وبرضه الواحد مش هيعرف اي حاجه الا ما يتقدم خطوه. الله يرحمك يا ماما، الله يرحمك. صباح الخير يا محمود بيه، نهارك ابيض يا بيه، ربنا يعلم راكبك. انا ابو اشرف، انا ابو اشرف. عنك الشمس يا بيه تكون تقيله عليك، انا شيلها تتعب انت ليه يا بيه؟ في ايه يا عم؟ انت خفيف مفيش حاجه. انا عايز اقوم باي خدمه يا بيه، لحم اكتافي من خيرك يا بيه. شكرا يا عبد، في حاجه يا عبد ولا ايه؟ مفيش يا بيه، سلامتك يا بيه، عوزك طيب يا بيه. ماشي، اصل يعني من الصبح عمال بتعمل حركات كده، خير في حاجه؟ انا تحت امرك يا بيه، انا خدامك يا بيه. شكرا يا عبد. خبر ايه يا راجل؟ ايه العبط اللي انت فيه ده؟ عبط ايه يا وليه؟ ما تحفظ لسانك. عمال تتمحنس له وتضرب له تعظيم سلام ويا بيه ويا باشا، على ايه ان شاء الله؟ يكون في علمك هو المرتب اللي هيدفعه هو الشهريه 10 جنيه اللي هتغسل بيها العربيه. انا قلت يمكن يحن علينا ويدينا بكشيش، مصاريف العيال بقت كتيره يا وليه. مش هيدفع، ويكون في علمك هو متفق معاك على 10 جنيه في الشهر، لا هيزيدوا ولا هينقصوا. اه هو كده، ربنا خلقه كده. ايه هو انت ما تعرفهوش؟ اللبن الطازه يا محمود بيه. متشكر. اوعى تكون عملت زي امبارح وجبت الحليب ده علب، العلب كويسه وكل حاجه، بس انا بحب الحليب طازه. ده من عند اللبان اللي اخر الشارع، لبن طازه اول قطوه، حتى حضرتك شوف القشطه على الوش اهي. كويس، انا كده اصلي احب اللبن دايما يجي من الجاموسه للبان ليك ليا على طول. لو سمحت ادي ده للاستاذه ساميه يوسف في العلاقات العامه. تحت امرك يا بيه، عن اذنك. اتفضل. يا جماعه انا شايفه ان الهدايا لازم تتغير. تتغير ازاي يعني يا سامي؟ يعني كل الشركات بتعمل اجندات ونتائج واقلام وبتوزع منها الوف، ليه؟ امال انت عاوزه ايه؟ انا شايفه ان احنا نقلل الهدايا ونزود قيمتها، يعني نبعت للعميل هديه محترمه يحتفظ بيها بمكتبه احسن بقى من النتائج والاجندات والحاجات اللي ملهاش قيمه دي. صباح الخير يا استاذه ساميه. صباح النور يا عم سامي. اتفضلي. ايه ده؟ الاستاذ محمود بعتهولي. محمود مين؟ الأستاذ محمود حسين، رئيس قسم التخطيط. متشكرة يا عم سيد. العفو يا فندم. أتمنى أن تشرفيني بمكتبي في فترة استراحة الغداء أو بعد انتهاء العمل.
على فين يا سامي؟ راح قدرت التخطيط وراجع على طول. قدرت التخطيط؟ لا يكون هيعملوها تاني هناك. ما اظنش، ده هي اللي طلبت نقلها من التخطيط من شهر، وبعدين احنا مش عايزين نخسرها في العلاقات العامه. صباح الخير حضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا يا استاذ سامي، اتفضلي يا حضرتك. ايه ده يا استاذ محمود؟ انا اصلي كنت عايزه اتكلم معاك شويه. اتفضل حضرتك اتكلم. لا صراحة أنا ما أقدرش أتكلم دلوقتي لأن دلوقتي وقت الشغل الرسمي والموضوع اللي أنا عايز أكلمك فيه موضوع شخصي، عشان كده لا إما نتكلم وقت الغداء لا إما بعد الشغل مباشرة. شخصي؟ هو إحنا مش كنا خلصنا من المسائل الشخصية دي؟ لا ما خلصناش صراحة، يعني أنت اللي سبت الإدارة دي ورحت إدارة تانية ومن ساعتها بتتعاملي معايا كأنك ما تعرفنيش خالص. أستاذ محمود حضرتك كنت ماشي في طريق فجأة وقفت محلك سر، لا بتتقدم ولا بتتأخر. أيوه بس أنا مش عارف أتكلم معاك، مش عارف بجد أتكلم معاك لأن دلوقتي وقت الشغل، بعد إذنك نتقابل بعد الشغل. خلاص، نتقابل ساعة الغدا في كافيتيريا الأوتيل اللي على الناصية. لا أنا آسف جدا، أنا ما باكلش أكل الشوارع، عشان كده أنا مجهز معايا أكل جايبه من البيت وجايب العصير كمان، ما أقدرش آكل أي أكل في أي كافيتيريا يعني. أستاذ محمود، هنتقابل في الكافيتيريا وهنقعد نتكلم أكتر من ساعة. موافق؟ يعني هو ده بره النظام والتخطيط اللي انا عامله لنفسي، لكن اوكي موافق. المفروض ان انا احفظ تاريخ النهارده. اشمعنى يعني النهارده؟ لاننا نعرف بعض من سنه، والمفروض ان احنا قريبين جدا من بعض وبنشتغل في شركه واحده، واول مره نتقابل بره الشركه. ايوه يا ساميه، ما انت اللي بقالك شهر بعدتي خالص، وبعدين انت اللي طلبتي نقلك من قسم التخطيط. محمود بلاش نلف وندور على بعض، انت عارف كويس قوي إن أي حاجة بتبدأ صغيرة وبعد كده بتكبر لغاية ما يبقى لها هدف. أنت من سنة بدأت تهتم بيا وكانت ليك تصرفات دي حسستني بمشاعر وأحاسيس لذيذة ناحيتك. أيوة ما أنا برضو حسيت بنفس المشاعر والأحاسيس دي ناحيتك. أيوة بس فجأة المشاعر دي ما اتطورتش، كان لازم تتطور عشان تاخد شكل عملي ويبقى فيه ارتباط. أيوة ما طبعا ده وضع طبيعي، بس أنا أصلي يعني أنت أصلك فجأة كل مشاعرك اتجمدت ناحيتي كأنك ندمت أو غلطت إنك اعترفتلي بمشاعرك وأحاسيسك دي. لا يا سامي أنا لا ندمت ولا غلطت ولا حاسس إن أنا يعني عملت أي حاجة غلط ناحيتك يعني. أمال وقفت في مكانك ليه؟ ما اتحركتش ليه ولا خطوة واحدة؟ كنت مستني إيه؟ أنا اللي أتقدم لك وأخطبك؟ لا طبعا ما يصحش يعني، بس انت عارفه يعني انا قلت لك قبل كده ان انا بعد وفاه بابا وماما الله يرحمهم انا اتخضيت، ما بقتش عارف اتصرف لوحدي صراحه، كانوا هما اللي بيخططوا لكل صغيره وكل كبيره ومسؤولين عنها، يعني بوفاتهم انا بقيت لايس يعني مش عارف اعمل ايه، مش عارف اخطط لحياتي خالص يعني. غريب، ده انت رئيس قسم التخطيط لشركه كبيره، يعني انت اللي بتخطط وتاخد القرارات للشركه دي بحالها. ايوه بس ده شغل يعني، ده دراسات وعلم وحاجات زي كده، انا بتكلم على التخطيط للحياه الشخصيه، دي مشكله كبيره. ايوه بس باباك ومامتك ماتوا قبل ما اقابلك بثلاث اربع سنين، ازاي خدت القرار؟ بص يا ساميه، بشكل علمي ومنطقي ومنهجي انت انسانه متعلمه زائد مثقفه زائد طباعك حلوه زائد جميله زائد ما تقعدش تقول زائد وفي وعلى، قول يساوي. انت عارف كل الحاجات اللي قلتها دي تساوي ايه؟ عارف حاصل جمعهم ولا تحب اقوله لك؟ لا عارف يعني تساوي قول الكلمة يا محمود، خد القرار. تساوي انك بتحبني صح؟ صح. يعني انت بتحبني؟ اي. وبعد ما بتحبني هتعمل ايه؟ مش امي امبارح الله يرحمها غزرتني في المنام، دي كانت تالت مره بقى تجيلي فيها في المنام، ابويا الله يرحمه زارني قبل كده في المنام مرتين، وخالتي زارتني مره وعمتي ما زارتنيش خالص، بس كلهم يعني كان نفسهم ان انا اتجوز يعني. قلت لامي بقى امبارح لما جت زارتني في المنام قلت لها عليكي. في الحلم؟ في الحلم. وفي الواقع بقى؟ لا هي ما زارتنيش في الواقع لانها توفت يعني الله يرحمها، بس يعني انا قلت لها ان انا نفسي افرح قلبها يعني واتجوز. يعني باباك ومامتك الله يرحمهم طلبوا منك انك تتجوز؟ وخالتي كمان طلبت، بس عمتي ما طلبتش. وانت ناوي تفرح قلبه؟ ايوه. وكلمتهم عني؟ ولو مش مصدقاني لما نتجوز ان شاء الله ووالدتي الله يرحمها تجيلك في الحلم يبقى اساليها يعني. شوف يا محمود، انت انسان ممتاز، زائد انك انسان هايل، زائد انك وسيم، زائد ان انا معجبه بيك،
عارف حاصل جمع الحاجات دي ولا تحب اقوله لك؟ عارف محمود، انا موافقه افرح قلب باباك ومامتك زي ما انا كمان عايزه افرح قلب بابايا ومامتي، ربنا يخليهم لي. يعني بجد انت موافقه يا سميه؟ ايوه موافقه، بس خد بقى الخطوات الرئيسيه، يعني تيجي تقابل بابا وبعدين تتفقوا على الفاتحه وبعدين الشبكه والخطوبه وكتب الكتاب والدخله. اه طب دي خطوات كويسه لازم الواحد برضو يقيدها عشان ما ينساش فيها حاجه. انا نمره واحد طبعا ازور اهلك، اوكي اتنين اخطبك، نقرا الفاتحة، ثلاثة أشبوكك، أربعة نكتب كتابنا، خمسة نتجوز. في حاجة تاني؟ لا مفيش. ممكن بقى أروح عشان اتأخرت على البيت؟ آه قوي طبعا يا متر. هو مرني حضرتك الفاتورة لو سمحت. هتوصلني؟ لو أنت حابة. لو أنت عايز. طبعا عايز. طبعا شكرا. ده تمن العصير مش كده؟ تمام. وايه ده؟ 5% ضريبة المبيعات حضرتك. وال 12.5% دي بتاعت ايه؟ دي الخدمة. يعني الفاتورة دي شاملة الخدمة. مظبوط حضرتك. طيب يا سيدي اتفضل. متشكر جدا. شكرا سيدي. ما تشربي العصير بتاعك. يلا بينا. محمود انا كنت عاوز اسالك سؤال. قوي طبعا اسالي. هو مجرد سؤال، واوعى تفهم ان السؤال ده وراه مغزى او معنى، انا بس عايزه افهم حاجه مهمه. قوي طبعا يا ساميه براحتك. انت ليه ما اديتش للجرسون بقشيش؟ وديله ليه بقشيش؟ هم واخدين 12.5% خدمة. عادي لازم تدفع بقشيش، خصوصا ان الخدمة كويسة جدا. ما وضع طبيعي ان الخدمة تبقى كويسة، ده فندق 5 نجوم واسعاره اسعار سياحية، لازم تبقى الخدمة كويسة، لو مش كويسة تبقى مشكلة كبيرة جدا. وبعدين في حاجة بقى يا سامية، الراجل الجرسون اللي انت بتقولي اديله بقشيش ده اكيد قاعد يدور على واسطة كبيرة جدا عشان يشتغل في فندق 5 نجوم زي ده. صح، يبقى هو مهنته في الحياة ان هو يقدم طلبات وياخد قصادها اجر، ده وضع طبيعي قوي، زي الدكتور ما بيعالج المرضى، زي المهندس ما بيبني عمارات، زي المدرس ما بيعلم التلامذة بعيدا عن الدروس الخصوصية يعني، لكن المدرس مهنته ان هو يعلم التلامذة وياخد قصادها اجر. غلط قوي، غلط قوي ان احنا ندي بقشيش. اسالك سؤال يا سامية، انت في شغلك مش بتاخدي مرتبك؟ طبعا، امال هشتغل ببلاش؟ حلو قوي، عمرك بقى خدت مرتبك ده وعليه بقشيش؟ بقشيش؟ لا طبعا. طيب اشمعنى انت مطالبه طول ما انت ماشيه تدفعي بقشيش؟ تركين العربيه البواب يبص لك عايز بقشيش، المكواجي يجيب لك المكوى عايز بقشيش، تروحي تشتري سندوتش يحط لك طماطمايه زياده عشان عايز بقشيش، تروحي تجيبي فستان الست تبص لك تقول لك الحلاوه يا ست، واحد تاني يقول لك الشاي يا ست، كل ده ما دام ملوش لازمه وما دام ملوش معنى، لا اما يبقى نصب لا اما يبقى تسول. ياه ده انت مكبر الحكايه قوي. انا ما بكبرهاش، الحكايه كبيره لوحدها، كبيره لدرجه انها وصلت لكارثه. والله يا ساميه كل اللي حكيتولي على الشاب ده بيقول ان شاب كويس، غيرش يعني موضوع البقشيش والفواتير والفكه اللي هو حاططها في جيبه، يعني كده يبقى بخيل. بخيل؟ معقول؟ بس انا ما حسيتش كده يا ماما، حسيت انه في حاجه مختلفه، ولا انت رايك ايه يا بابا؟ رايي انا؟ راي مين يا حبيبتي؟ ابوك عايش مع الجورنال. لا يا هانم، انا بقرا جورنال صحيح بس عايش معاكم. الانسان اللي اسمه محمود ده لا بخيل ولا مختلف ابدا، انا في رايي انه انسان صح مظبوط عاقل، ولان احنا في زمن مختلف ومتنايل بنينا فبيبان انه بخيل، وانا متاكد من غير ما اشوفه ولا اعرفه انه مثالي في شغله. ده حقيقي يا بابا، الشغل عنده شغل، كان رئيسي لمده سنه، ولما جه يطلب يقابلني النهارده اشترط يكون في ساعه الغداء بعد الشغل، مع انه يقدر يكلمني في مكتبه زي ما هو عاوز. تمام، الانسان اللي مخلص في شغله واخد الحكايه جد
بيحس انه بيدفع عرقه ومجهوده ومقابل القرش اللي بيكسبه. عشان كده الفلوس عنده ليها قيمة، لانه كسبها مقابل مجهود. فلما يجي بقى يصرفها، يصرفها باتزان، بعقل، يبقى عارف القرش رايح فين ويحطه في مكان. ده مش بخل، ده تقدير لتعبه اللي تعبه عشان يكسبه. بس بنتك بتقولك انه دفع فاتورة العصير بالمليم. مال راجل مظبوط. انا كمان رأيي كده. والراجل المظبوط مطلوب في شغله، لا بيهمل ولا بيهزر ولا بيكروت، وفي الجواز كمان تلاقيه ملتزم ببيته وعارف حقوقه وواجباته وواجبات اسرته وواجباته ناحيته. يعني حضرتك موافق يا بابا يجي يقابلك؟ يشرف يا بنتي، اهلا وسهلا. كده المساله عايزه شويه تخطيط. ماشي، واحد مقابله مع اهل العروسه، اتنين هدية أثناء المقابلة. هدية هدية هدية، ركن الهدايا. تترك الهدية في أول مقابلة لذوق العريس. تترك لذوق العريس هدية في حدود 125 جنيه. برضو الواحد لازم يبان لارج من الأول. ماشي، الخطوبة. الخطوبة ايوه، جري العرف. ايه جري العرف دي؟ ماشي، على ان تكون مصاريف الخطوبه على اهل العروسه. طب كويس قوي، وادي مصاريف خلصنا منها. نخش بقى على كتب الكتاب والدخله. كتب الكتاب، كتب الكتاب والدخله. حلو قوي. انت لسه بتشتغل؟ طبعا، الواحد بيقبض من الشركه عشان يشتغل، ده وضع طبيعي. ايوه، بس ساعه الغدا بدات. بدات ايه ده؟ دي واحده وسبع دقايق، يعني انا اشتغلت سبع دقايق زياده كمان عن حقهم. يبقى نشيل بقى الشغل ده. اتفضلي. ايه ده؟ غدا سندوتشات. انا لما طلبت منك ان احنا نتقابل ساعه الغدا كنت واثق ان انت مش هتقدري تروحي الكافيتيريا اللي بتتغدي فيها كل يوم، وطبعا ما ينفعش ترجعي بنفس الكفاءه بعد ساعه الغدا في الشغل بتاعك. عشان كده وانا بحضر السندوتشات الصبح عملت حسابك معايا. انت عدد 2 سندوتش وانا عدد 2 سندوتش زائد مخلل يكفي لفردين. اتفضل. انت فعلا استاذ في التخطيط. اتفضلي. ده عصير برتقان فريش. معقول؟ عامل ساندوتشات سكالوبا ايه؟ بيتيلو معمولة في البيت بإيدي، زائد 15 جرام دقيق ورد عشان الكوليسترول. على كده بقى بتعرف تطبخ؟ يعني في الخفيف اللطيف. طبعا هاند ميد. انت قلتي لي ان انا هقدر اقابل والدك النهارده مش كده؟ ان شاء الله، يعني على الساعه 7 8. 7 ولا 8؟ ما تفرقش اللي يريحك، 7 او 8. تفرق كتير قوي. انتوا ساكنين في مصر الجديده والمرور الساعه 7 بيبقى زحمه قوي. انا هاجي لكم الساعه 8. 8 الاحصائيات بتاعه المرور قالت ان المرور بيبقى اخف والزحمه بتبقى اخف واحتماليات الركن بتوصل ل 80%. عشان كده هقدر اجي الساعه 8 ان شاء الله. هو انت دايما بتخطط لكل حاجه كده يعني؟ طبعا لازم الواحد يخطط لكل خطوه في حياته. ده بيضايقك ولا حاجه يا سميه؟ لا، هو في حد هيتضايق يعني من التخطيط والتنظيم؟ أبداً. اشربي عصير دهاي، بس ما تشربيش بقى مرة واحدة كده، اشربي بق صغير استطعميه وبعدين كملي على طول. الله يا سامية، ذوقه حلو قوي في الورد ده، جايب ريال وتيبروز وعصفور الجنة، وشايفة الشوكولا حطيتها في فازة كريستال. أمال ليه بس فهمتيني إنه بخيل؟ أنا يا ماما قلتلك إنه بخيل، أنا قلتلك إنه مختلف شوية. طب خلاص خلاص يلا، ولا هنسيبه قاعد مع ابوك لوحده؟ يلا. هو
وبعدين يا فندم بقى خدت ماجستير في تخطيط الشركات وحاليا بحضر للدكتوراه ان شاء الله. اهلا اهلا. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ماما محمود. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اتفضل فندم. اتفضل. الاستاذ محمود كان بيكلمني عن مؤهلاته العلميه. ما شاء الله ماجستير وناوي على الدكتوراه. برافو. برافو يا استاذ محمود. استاذ محمود ما تحط الكلاسور والمحفظه على الترابيزه قدامك عشان تقعد براحتك شويه. لا هما صراحه يعني مش قلقني خالص يعني. كمل يا استاذ محمود. اتفضل يا فندم. ده ايه ده؟ هو صراحه انا بعتبر نفسي مش شاطر في الكلام خالص، عشان كده دايما بعبر عن افكاري بطريقه مكتوبه على الورق بطريقه كمان منظمه. الفايل اللي مع حضرتك ده هتلاقي فيه السي في بتاعي، كل حاجه عن حياتي، النشأة وتاريخ الميلاد وتاريخي الوظيفي، وكمان في التخطيط المقترح لكل المراحل اللي قبل الجواز لو وافقت ان شاء الله وتم الجواز بيني وبين الانسه ساميه. اتفضل حضرتك كمان. ده ايه كمان؟ ده ديسك، لو حضرتك غاوي يعني كمبيوتر ممكن تشوف فيه كل المعلومات اللي انا كاتبها عندك في الفايل على الديسك ده. ديسك؟ ايوه يا فندم. حضرتك خد وقتك تماما في دراسه الفايل، واي مقترحات انا مستعد ليها ان احنا نقعد ونتناقش فيها ونظبطها مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. يا استاذ محمود الحقيقه الموضوع ابسط من كده بكتير. المسألة يعني مش محتاجة أبداً لا مقترحات ولا معلومات ولا شهادات ولا كمبيوتر. ولاد الناس بيتجوزوا كل يوم وفي عرف للجواز، وإحنا إن شاء الله لما تتجوزوا هنتبع العرف ده. طبعاً يا فندم حضرتك معاكي كل حق، بس زي ما حضرتك عارفة يعني إن الجواز ده بيبقى أصعب مشروع الإنسان بيقدم عليه، عشان كده دايماً الجواز ده لازم يتخطط. انت عارفه طبعا مفيش جواز بيتم الا بين اتنين، ما ينفعش واحد لوحده يتجوز لوحده، يعني لازم اتنين يتجوزوا بعض. عشان كده حضرتك تلاقي دايما طول الوقت ان هي ليها طباع وهو ليه طباع، الطباع دي لا اما بتختلف مع بعض لا اما بتتوافق مع بعض. عشان كده لازم نخطط بشكل علمي جيد جدا للمرحله دي. تمام تمام يا استاذ محمود، مظبوط. استاذ محمود احنا هندرس الفايل ده انا والمدام، وطبعا من خلاله هنسال على حضرتك يعني، فكلها اسبوع بالكتير ويكون الرد جاهز. هنا طبعا الريسبشن في الصالون والانتري، وانتوا شفتوا السفره ورا الباب ده. ده شيء جميل، موبيليا اصيله. طبعا عارف حضرتك بابا الله يرحمه اشترى الحاجات دي كلها من فرنسا ومن ايطاليا. انا قلت لحضرتك قبل كده ان هو كان شغال في الخارجيه. الحقيقة يا محمود الواحد ما يقدرش يقول ولا كلمة عن الموبيليا، بس أوضة النوم بقى لازم تتغير، بنتي لازم تدخل على أوضة جديدة. أيوة تتغير إزاي حضرتك؟ أوضة النوم دي فرنساوي مش موجودة دلوقتي خالص، غير كده ماما الله يرحمها اتوفت على السرير ده. وبعدين أنا واحد عرض عليا نشتري أوضة النوم دي ب60,000 جنيه، أنا رفضت طبعًا. 60,000 جنيه؟ دول تمن تلات أوض من الأوض الجديدة. شفت حضرتك قلت إيه؟ تمن تلات أوض من الأوض الجديدة. ماما الأوضة هايلة. أوضة النوم بقى لازم تتغير. طب حضرتك يعني تسمحي لي أسألك سؤال؟ اتفضل. إن شاء الله لما أتجوز أنا وسامية شهر العسل تفتكر حضرتك هنقضيه فين؟ في أي حتة هتختاروها، يعني الغردقة ولا شرم الشيخ؟ أو إيطاليا أو اليونان أو أي حتة في العالم. تفتكر حضرتك يعني هننام فين؟ يعني إيه هتناموا فين؟ هي فزورة، أكيد في أي أوتيل. أهو أي أوتيل اللي حضرتك بتقولي عليه ده بقى، إذا كان فندق 5 نجوم أو 3 نجوم، هننام على سرير، السرير ده بقى الله أعلم مين اللي نام عليه قبلينا، ناس كتير جدا وناس بعدينا برضو كتير قوي هيناموا عليه. أوضة النوم بتاعتي حضرتك دي ما نامش عليها غير ماما الله يرحمها، توفت على السرير، وتيتا الله يرحمها برضو، وجد الله يرحمه كان جالنا يوم بس توفى وخرج على طول، يعني ما حدش غريب يعني نام على السرير ده. لا منطق برضو. خلاص. الأوضة تفضل زي ما هي ما تتغيرش. عايزة تغيري غير الملايات الحفل المراتب زي ما بيعملوا في الفنادق يعني. لكن الأوضة هايلة. متشكر قوي يا عمي. بعد إذنكم بس دقيقة واحدة هجيب حاجة. أنا عايزة أفهم بقى إزاي توافق على الكلام الفاضي اللي هو قاله ده؟ كلام فاضي إيه؟ أوضة هايلة فعلاً. ها
هايله منين؟ مات عليها 10 دفار ويا عالم. لما يموتوا فيها ايه يعني؟ ماما الاوضه كويسه مش كده يا بابا؟ اه طبعا كويسه، كويسه جدا كمان. طب خلاص خلاص ده جاي اهو. اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيكم. بصوا بقى المفاجأة، ايه رأيكم؟ الله، ايه الجمال ده؟ مش عارفه، انا قلبي بيقول لي كده ان دي اكيد حاجه المرحومه والدتك. الله يرحمها. بالظبط يا فندم، حضرتك قلبك ما خدعكيش ولا حاجه، دي حاجه ماما. كان بابا الله يرحمه اول ما اتعرف عليها ابتدى يجيب لها هدايا لغايه ما اتجوزها، وجاب لها الشبكه وجاب لها هدايا تانية غير كده بقى كمان الحاجات اللي ورثتها عن مامتها الله يرحمها. في منتهى الشياكه، كلاس جدا. بالظبط، عشان كده انا حاطط في تخطيطي ان احنا بدل ما نلف على محلات الصاغه والجواهرجيه عشان ندور على شبكه، ممكن سامية تنقي الشبكه اللي هي عايزاها من العلبه دي زي ما هي عايزه، وخصوصا كمان ان احنا مش هنلاقي حاجه بالقيمه ولا بالاصاله دي، ولا ايه سيادتك؟ لا لا طبعا عندك حق. انا يا استاذ محمود كل يوم بقرا عن حواجز تزييف الذهب ودمغه مضروبه وبيخلطوه بالنحاس، يقول لك ده ذهب تركي طلياني من الخليج. لا لا لا، القطع النادرة اللي سابتها لك لست والدتك دي مش موجودة حاليا. لا فعلا، سامية تنقي شبكتها منها. الحاجات دي قديمة، قديمة قوي. قديمة ايه؟ أي واحد ياخدها لأي جواهرجي تلمع وتبرق في دقايق. إذا كان على أنسيال أو كولي أو أسورة مفيش مشكلة، إنما لازم نشتري دبلتين ونكتب عليهم أسامينا وتاريخ الخطوبة. لا طبعا، الوضع طبيعي ان احنا لازم نجيب دبلتين، لان ماما الله يرحمها ما كانتش تعرف ان انا هتجوزك يعني. انتوا ان شاء الله تنقوا اللي انتوا عايزينه دلوقتي من العلبه دي، ونبقى ننزل نجيب الدبل ونكتب عليها التاريخ ونكتب عليها اسامينا وكل حاجه. موافقين؟ موافقين على بركه الله. نقي يا ساميه، ساعديها يا هانم. حاضر حاضر يا بيه. اتفضلي حضرتك، دول 22 حتة أنا عاددهم كويس. دي كويسة أوي. مبروك يا هاني. الله يبارك فيك. مبروك، يا ريت أنا بقى واحدة بس رجالي طبعًا يعني. أوي أوي. اتفضل. أيوه بالظبط. يا ريت بقى تكتب لنا عليهم الأسامي والتاريخ. كام دول يا صاحبي؟ أشوفهم حالًا حالًا. اكتب لك هنا الاسامي. 598 جنيه. 598 جنيه يعني. اتفضل، دول 600 جنيه. يا ريت بقى تكتب لي الفاتوره. ممكن اشوف المحابس لو سمحت؟ تحت امرك يا فندم. اتفضلي يا فندم. ده ظريف قوي. بكام؟ هشوفه حالك حالا دلوقتي. ده يعمل 1100 جنيه بس. معقول؟ هاخده. هي هتاخدي المحبس ده؟ فوق الدبله. بس يعني الدبله 600 جنيه، المحبس اللي بيحبس عليه عشان ما تقعش ب 1100 جنيه ازاي يعني؟ بعدين انا ما كنتش عامل حسابي صراحه على حكايه الفلوس دي، انا كل حاجه في التخطيط بتقول ان انا اجيب الدبل بس. خلاص يا محمود، انا هشتريه بفلوسي. ودي الفاتوره، ممكن سيادتك في اي وقت بعد الظهر تعدي عليها تستلم الدبل بعد ما نحفر عليه بالاسامي والتاريخ. شكرا، شكل قوي. لو سمحت والله، احنا حساب الدبل 598، انا مديك 600 جنيه، يعني انا محتاج 2 جنيه بس. فندم؟ 2 جنيه بقيه الفاتوره. ايوه ايوه مظبوط. اتفضل يا فندم. والف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا. لا 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 لا، الربع جنيه ده بايظ خالص، ما حدش هيرضى يصرفه. ما تصرفش. اتفضل غيره يا فندم. ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. المعدن سهل صرفه جدا. ألف مبروك يا عروسة، اتفضلي. أنا مش فاهم، أنت ومامتك عاملين من الحبة قبة ليه؟ الراجل مش اتفق معاك ينزل يشتري الدبلتين؟ أيوة يا بابا. ونزل يشتري الدبلتين ما قصرش.
طلع في دماغك وانت عند الجواهرجي انك تشتري محبس؟ ما كانش عامل حسابه. قلت له قبل ما تنزلي انك هتشتري محبس؟ لا يا بابا ما قلتلوش. خلاص ما كانش عارف، عامل حسابه على الدبلتين وبس. يقوم يسيبها تفتح شنطتها وتطلع الفلوس وتدفعهم هي للسايق. هي الفلوس دي مش تمن المحبس؟ ومين اللي اشترى المحبس ومين اللي طلبه؟ مش هي؟ ما تدفعش تمنه ليه؟ جرى ايه يا حبيبي؟ جرى ايه؟ انت معانا ولا معاه؟ انا مع الحق. الحق بقى انه بخيل وجلده وقيحه. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. سامي يا بنتي، احنا لسه على البر، حتى الدبل لسه ما لبستوهاش. قوليلي انت راضيه بمحمود وموافقه عليه ولا لا؟ ايوه يا بابا راضيه وموافقه. خلاص يبقى تنظمي دماغك معاه، تبقي واضحه وصريحه. عايزه تشتري دبلتين يبقى دبلتين وبس. داخله تشتري فستان يبقى فستان وبس، مش فستان وتيير. نظمي حياتك، خليكي محدده ومخططه حياتك، بكده هترتاحي. خلاص شكرا. ساعتك النهارده خميس، مين هتشارج 60 جنيه للفرد، يعني حد ادنى للطلبات. 60 جنيه؟ يعني لو احنا الاثنين خدنا اثنين عصير هندفع 120 جنيه؟ لا، في كمان حضرتك 5% ضريبه و12.5% خدمه. هي بس يعني ليه ما قلتوش كده على باب الاوتيل من بره او على باب الديسكو حتى؟ ما هو ساعتك هو ده العادي يعني. طب افرض حد معهوش المبلغ ده، تستنوا لغايه اما يدخل ويقعد وبعدين تحرجوه؟ حطوا يافطه بره، اللي يقراها يقرر يدخل ولا ما يدخلش. سعادتك هو ده نظامنا هنا، وكل اللي بيجي هنا يوم الخميس عارف كده كويس. واللي ما بيجوش تحرجوهم مش كده؟ ممكن سعادتك تطلب مشروبات كحوليه او عشاء، اللي يعجب حضرتك. طيب واللي متعشي في بيته مثلا وما بيشربش مشروبات كحوليه، تستنوا لغايه اما يقعد وبعدين تورطوه؟ محمود كفايه من فضلك، هنبعت لك كمان شويه. تحت امري. ايه يا محمود؟ عايز تعمل مشكله يوم خطوبتنا؟ يا ست ما بعملش مشكله ولا حاجه، بس دي منشاه سياحيه 5 نجوم، لازم كل حاجه فيها تبقى منظمه ومتخطط لها كويس. يعني افرضي مثلا مجموعه من السياح جم سهروا هنا سهره، بعد السهره اتفاجئوا بمبلغ كبير جدا مطالبين ان هم يدفعوه، هيبقى شكلنا ايه كبلد سياحي قدامهم؟ وبعدين انا ما بطلبش حاجه كبيره، يعني انا كل اللي طلبته مجرد تنبيه للناس بدل ما يخشوا ويبقوا محرجين ومكسوفين ان هم يمشوا ويسيبوا المكان. يعني انت عايز تمشي؟ لا انا ما قلتش كده، انا بقول بس كل حاجه يبقى متخطط لها. محمود انا بحب المزيكا دي، يلا نقوم نرقص. ايوه معلش يا سامي، انا اصلا النهارده مش مخطط للرقص خالص صراحه، بس انا عايزه ارقص. ممكن نقوم نرقص رقصه يعني، بس بلاش الرقصه دي عشان دي من الرقصات اللي انا ما بجيدهاش. يا جماعه انتوا متاكدين ان سامي وعريسها في ديسك الاوتيل ده؟ طبعا، ده هي اللي قالت لي انها جايه ترقص هنا هي وعريسها. هتبقى مفاجاه. مفاجاه للعريس مش ليها. طب يلا بينا، انا مش عايز ولا رقصه تفوتني. يلا النهارده. الواحد رقص لاسبوع قدام. انتوا جايين معانا ولا ايه؟ خلي بالكم في 60 جنيه مينيمم تشارج لكل واحد، مش كده يا متر؟ كده اهو، اللي عايز يقعد معانا يدفع لنفسه طبعا، احنا النظام يبقى انجليزي. تجيب الفاتوره لكل واحد لو سمحت يا متر. محمود ايه يا سامي؟ لازم النظام يبقى انجليزي وفرنساوي والماني وكل الدول المتحضره، لما واحد بقى يعزم الناس دي كلها هو ده اللي مودي دول العالم الثالث في داهيه. عنده حق، واحد خارج يسهر مع خطيبته يطبوا عليه 10 زي القضا المستعجل، حرام. حرام ده ايه؟ بنتنا الوحيدة واتخطبت وكل معارفنا وقرايبنا واصحابنا وزملائها عايزين يفرحوا بيها،
ايه فيها ايه دي؟ فيها اللي عايز يفرح يفرح على حسابه مش على حساب العريس. دي بتقول لك النفر في الديسكو ب 60 جنيه غير الخدمه والضريبه. يعني يدفع ال 10 تنفار 1000 جنيه ليه؟ وليه لا؟ الله، هو هيخطب كام مره في عمره؟ هي مره بس بالطريقه دي البني ادم هيقلع عن اليوم اللي خطب فيه على اليوم اللي اتجوز فيه. بس والله طلع جدع لما قال خلوه انجليزي وكل واحد يدفع حسابه. ايوه يا بابا، بس ده احرجني قدام كل اصحابي. بالعكس، انت اللي احرجتيه لما تعزمي 10 من غير ما تقولي انهم معزومين ويطبوا عليه زي القضاء المستعجل بربطه المعلم. غلط واكبر غلط. سامي يا بنتي، لاخر مره بقول لك افهمي جوزك وطريقه تفكيره واسلوبه في الحياه وامشي عليه، والا هتخسريه. محمود ده ولد كويس جدا وعاقل. الرسوم والاتعاب بتتحدد حسب المهر يا استاذ. تتحدد حسب المهر؟ طب ازاي؟ ما اجراءات الجواز هي هي، ولا بتفرق بقى من مهر صغير لمهر كبير؟ يا استاذ الاجراءات ما بتفرقش، الرسوم هي اللي بتفرق. لازم المأذون ياخد نسبه مئويه من المهر، والنسبه دي محدداها الحكومه، بتزيد او تنقص حسب المهر. تزيد او تنقص حسب المهر. يعني اللي يكتب مقدم ومؤخر قليل يدفع قليل، واللي يكتب مقدم ومؤخر كبير يدفع كتير. غريبة جدا. ما غريبة الا الشيطان. سيادتك عاوزني اجي امتى اكتب الكتاب؟ ان شاء الله هتيجي تكتب الكتاب، ده انا بتفائل بيك. يعني ده انت مأذون العيلة، الماما وتيتا وخالتي وعمتي، يعني ما شاء الله. بإذن الله انا هشوف مع اهل العروسة وبلغك قبليها بيومين بإذن الله. بس غريبة قوي ان تليفون حضرتك لسه زي ما هو، 3 نمر بس. شوف بقى يا عريس بنتي، سيبك بقى من التخطيط والتنظيم ده شوية. احنا صحيح قبلنا يعني ان بنتنا تخش على جهاز المرحومة والدتك وتختار شبكتها من شكمجية مجوهرات المرحومة والدتك، لكن كلكم بقى ومؤخر الصداقكم. بقولك ايه، اي بنت في العيلة عندنا اتعمل لها مؤخر صداق مش اقل من 50,000 جنيه. ايه يا حبيبي، مستخسر في بنتي 50,000 جنيه؟ لا طبعا يا هانم، استحالة استخسر مبلغ زي كده في سامية. بالعكس انا شايف ان ده مبلغ ولا حاجة، وخاصة ان انا عمري ما فكرت ان انا استغنى عن سامية او انفصل عنها. لكن المسألة ببساطة ان المأذون بياخد 10%، يعني 50,000 جنيه هياخد عليهم 5,000 جنيه. انا شايف ان دول ملهمش اي لازمة. وماله يا حبيبي، ادفع الغاوي نقض بطاقيته. يا هانم المسألة مش مسألة طوائي وأخطيت رأس ولا حاجة، بس كل ما في الموضوع إن الإنسان العاقل لازم يحسبها صح. والله الإنسان العاقل ممكن يتجنن ولو مرة في حياته يوم ما يتجوز، ولا إيه؟ والله كده هيبقى الإنسان ده بيعمل حاجة غلط وهو مقتنع تماما إنها غلط، وده مش كويس. أمال إيه اللي كويس في نظرك يا أستاذ محمود؟ الهانم بتقول إن مفيش بنت من أسرتكم يعني اتكتب لها أقل من 50,000 جنيه مؤخر صداق. أنا شايف إن الرسوم دي ملهاش أي لازمة إن إحنا ندفعها، وأنا شايف إن إحنا نكتب في العقد أقل مقدم ممكن وأقل مؤخر ممكن، وال 50,000 جنيه دول أنا شايف إن أنا ممكن أكتب بيهم شيك مثلا باسم سامية أو أجيب لها شهادات استثمار، بس يبقى وفرنا مبالغ ملهاش أي لازمة. والله وجهة نظر. هو إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي وجهة نظر؟ شهادات استثمار إيه وشيك إيه؟ أنا عايزة مؤخر صداق زي كل الناس. ونغرم رسوم وضرائب من غير فايدة؟ أنا أؤيد فكرة الشيك أو شهادات الاستثمار دي. صح يا أستاذ محمود، والله صح. شاكر جدا يا عمي. مدام حضرتك وافقت بقى، يا ريت نحدد ميعاد كتب الكتاب عشان أتصل بالمأذون وقابله وأتكلم معاه في كل الخطط اللي بعد كده. مادام هنتكلم بقى في كتب الكتاب، ده يستلزم وجود سامية. قوم اندهي لها. وبالمرة اعمل لنا فنجانين قهوة مظبوطين كده على مزاجك. معلش يا عمي انا اسف جدا، انا اصلا ما بشربش قهوه دلوقتي، معاد كوبايه حليب او عصير فريش. خلاص، وانا كمان اعملي لي كوبايه عصير او كوبايه لبن. هو ايه حكايتك بالظبط؟ ايه الموضوع؟ كل ما عريس بنتك يقول حاجه توافق، ايه حكايتك؟ اديك قلتيها بلسانك، عريس بنتي راجل عاقل ويفكر صح، ليه ما كنتش معاه؟ حاضر، من عينيا الاثنين، عصير فريش وحليب عن اذنكم. ميرسي قوي يا طنط.
يا الهانم متضايقه مني ولا حاجه؟ لا 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 ما تاخدش في بالك، هما كده دايما، المجانين بيتضايقوا من العاقلين. اللي ما دام مجنونه يعني. نعم يا جماعه، انا مش عايزه هدايا دلوقتي، استنوا لما ارجع من شهر العسل وبعدين قدموا لي الهدايا زي ما انتوا عايزين. والله انت بنت حلال، على الاقل نكون عملنا جمعيه بينا وبين بعض، كل واحد يقبضها دور ويجهز لك الهدايا. المهم بكره في كتب الكتاب في عشاء ولا نظام حاجه ساقعه وجاتوه؟ يا طفل العشاء ان شاء الله في البوفيه يوم الفرح. مش عرفك يا فلحه، مش جاهز العريس يعمل زي ما عمل ليله الخطوبه في الديسكو ويقول لك خلوه انجليزي؟ معقوله يعني هنروح كل واحد واخد عشاء في كيس؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انا حاسه كده ان انتوا بتتريقوا، ما تنسوش ان ده عريسي. والله ما بنتريق ولا حاجه، ده انت عريسك مدير التخطيط ومحدش عارف هو بيخطط في ايه. يا عم يخطط ولا ما يخططش مش مشكله، هي ديتها بس ثانيه تكتب كتابها وتروح بيتها، وهتلاقيها بقت وزيره التخطيط، وزيره الماليه والاقتصاد والشؤون الاجتماعيه كمان. خلاص يا انسه ساميه، جميع الدعاوي فرقتها كلها على جميع الادارات. اتفضلي. ايه ده يا عم سيد؟ ده كشف بالاسماء، كل واحد خد دعوه مضى قدام اسمه. مين قالك تعمل كده؟ العريس يا عروسه قال لي كل واحد ياخد دعوه يمضي قدام بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ محمود، مامت العروسه عاوزاك جوه. عايزان انا؟ يعني يا بنتي خلاص هنكتب الكتاب. هي قالت لي يجيني قبل ما يكتب الكتاب. ايوه بس حضرتك احنا مش عاملين في الخطه خالص ان انا اروح لها، الخطه ان انا ابقى موجود على الشمال والمأذون اللي كتب كتاب تيتا وماما الله يرحمهم قاعد في النص وعمي يبقى قاعد على اليمين على طول اهو. لا خلاص يا ابني، خش شوف عايزه ايه. حاضر يا عمي، بس حضرتك ده مش في الخطه خالص يعني، بس هروح طبعا. ماشي اتفضلي حضرتك. منور يا مولانا. تحت امرك يا هند. ايه هانم دي؟ معقول يا محمود؟ بلاش الرسميات دي يا حبيبي، انا خلاص. ممكن تقولي يا طنط يا ماما؟ اتفضل. تحت امرك. امتي. ايه ده حضرتك؟ ايما. طيب مدام حضرتك ايما ايه اللي قعدنا، اتفضلي حضرتك. قايمة رايحة فين؟ يا ابني قايمة عفش. شوف بقى يا محمود، هو جرى العرف يا حبيبي إن العفش من حق الزوجة، يعني لو كنا احنا اشترينا لبنتي جهاز جديد كنا هنطلع كل الفواتير باسم سامية، والشبكة كمان لو كنا اشتريناها جديدة كنا هنطلعها باسم سامية، لكن بقى احنا قبلنا إن احنا ندخل بعفش والدتك الله يرحمها، والشكمجية بتاعت والدتك الله يرحمها، وحتى مؤخر الصداء كمان حطيته شهادات استثمار. لكن كلكم بقى وقايمة العفشكم. ايوه بس حضرتك يعني احنا ما اتفقناش ولا خططنا لموضوع القايمة ده خالص. يا حبيبي دي اصول، والاصول مش محتاجة ابدا لا تخطيط ولا تنظيم، وامضي بقى، المأذون قاعد بره خلينا نفرح بيكو. ايوه بس انا من غير بسبسة، انت بتحب بنتي وشاريها صح؟ صح طبعا. يبقى تمضي يا محمود.
امضي يا محمود وخلصنا. دفع للحبس. دي بقى شبكة بنتي حقها ولا عايز تتجوزها ببلاش. أنا حامل يا محمود، حضنك يعني الشقة دي بتاعتي. بطاقتك الشخصية يا عريس، البطاقة الشخصية. محمود، محمود، المأذون عايز يشوف بطاقتك. ها البطاقة؟ الظاهر إن أنا نسيتها في العربية. نعم، طب هات المفتاح وأنا بعت حد يجيبها. لا ما حدش هيعرف يفتح العربية، أنا هنزل أجيبها وأجي على طول. ما ينفعش خالص، ده بره الخطه، احنا ما كناش مخططين لكده. الناس دول بيضحكوا عليا، بيضحكوا عليا، احنا ما خططناش لكده. لا دول نصابين، انا مش هتجوز.